واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدراً. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، ربنا بيشبه الحياة الدنيا زي الحب اللي بيوضع على الأرض، فبينزل المطر الحب بيتحول إلى زرع بقدرة الله عز وجل، لكن مع الوقت الزرع بييبس ويكون هشيما وحطاما، فأصبح هشيما يعني مفتتا. الزرع اللي كان كبير وأخضر وحلو تحول في بعض الأحيان إلى هشيم، والهشيم هو الشيء المتفتت. تضروه الرياح، يعني تضروه الرياح؟ يعني تطيره الرياح من كتر ما هو ضعيف ومقسم أقسام صغيرة مفتت. وكان الله على كل شيء مقتدرا. والمثال ده يا اخواننا فعلا لو تدبرناه لتغير حال كثير من الناس. انت في النهاية صاحب مؤسسة، وبدأت بقى تتعامل بالقروض الربوية عشان تكبر المؤسسة بتاعتك، وعمال تكبر، وفي النهاية يعني وفي النهاية هتكبر في السن وهتعجز، وهتلاقي نفسك على فراش الموت وتندم على كل لحظة فرطت فيها في طاعة الله عز وجل. يعني اخرتها ايه؟ اخرتها اللي انت فيه ده ايه؟ حتى لو الدنيا ماشية معاك، يعني احيانا هي مش ماشية، لكن ساعات ماشية، ماشية قوي، وفلوس واموال وشهرة ومناصب ولقاءات تلفزيونية والناس تشاور عليك بالبنان، وفي النهاية هي دي مرحلة الاخضرار، اخضرار الزرع اللي انت فيه، فلوس ومنصب وقوة واولاد واموال وسيارة فارهة وبيت في مكان عظيم أو مكان فاخر، ها وبعدين هيحصل إيه؟ لما يجي لك بلاء يضيع الكلام ده كله، لما يجي لك مرض مفاجئ وانت صغير في عز شهرتك. ستيف جوبس ده بتاع شركة أبل ده مات صغير، مات بالكانسر، بس هو عشان كافر قالك والله أنا ضيعت عمري في حاجات كان نفسي أوازن في حياتي بين حاجات يعني ما متعتش نفسي بيها، كنت مشغول بالنجاح بس ولقيت في حاجات حلوه في الدنيا ما كنتش بعمل بيها. يعني هو ندمان حتى على الدنيا، ما انتفعش منها قوي رغم ان هو ايه ملياردير كبير. انما المؤمن بقى لما يعرف الحياه يلقى ربه عز وجل هيندم قوي، يقول لك وفي استفدت ايه، ويحس كل الوقت اللي هو قضاه في هذه المتع انتهت وما حسش بحاجه، يقول لك انا ما استفدتش حاجه. ده مثال عظيم قوي. تلاقي برضو بعض الممثلين دلوقتي عندهم 60 سنة و70 سنة وتشعر الله أعلم بقى هو بيفكر ازاي من جواه. كل الممثلين اللي زيه ماتوا او اللي في سنه وهو مستعد للموت، رغم ان هو حاز شهرة من هو صغير لغاية ما مات، لغاية ما يعني السن ده، وفي الاخر هتموت وتلقى الله ويحاسبك على كل كبيرة وصغيرة. لا يا اخوانا، يبقى لما لا نشغل بالدنيا، لان مهما حصلت من الدنيا فهي زائله، لا اما هي تزول عنك ببلاء ونحو ذلك، لا اما انت تزول عنها بموت ولقاء الله عز وجل. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينه الحياه الدنيا. وناس كتير يا اخوانا بتفهم الايه دي غلط، بتفهم ان زينه الحياه الدنيا يعني ننشغل بيها، ده الايه عكس كده تماما. زينة يعني أمور زائلة تتزين بها في دنياك، لكن إياك أن تشغلك عن آخرتك.
زي قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، دي معنى الآية، اختبار زينة تختبروا بهما بالمال والبنون دول. يبقى هي زينة مش باقية ودائمة زائلة هتروح منك أموال أو بنون. اتنين اختبار فتنة، انت مختبر في أولادك ومختبر في أموالك، هتخلي أولادك طائعين لله ولا مهم يكونوا أصحاب مناصب وخلاص وأصحاب شهادات وخلاص، أموالك بتستخدمها في طاعة الله ولا بتضيعها في شهواتك. وتالت حاجة تكملة الآية والباقيات الصالحات خير، يعني لا تنشغل بهذه المتاع الزائل عن الذي يبقى. والباقيات الصالحات، إيه هي الباقيات الصالحات؟ القول الراجح الأعمال الصالحة كلها، واللي منها الذكر. النبي قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني ده جزء من الباقيات الصالحات، يعني ده جزء من الأعمال الصالحة. إنما الباقيات الصالحات يشمل الذكر، يشمل الصلاة، يشمل مساعدة الناس، يشمل التوكل على الله، يشمل الأعمال القلبية، الخوف والخشية من الله، كل ده أي عمل يقربك من ربنا دي باقيات صالحات. ليه اسمها باقيات؟ لأنها تبقى بعد فناء الدنيا، الدنيا فنيت ودي بقيت ليك عند ربنا، هي دي اللي تنشغل بها، خير عند ربك، أحسن من المال والبنون، أحسن من الدنيا. الأعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا، ثوابها أفضل عند الله طبعا، وخير أملا. عارف يعني خير أملا؟ يعني أنا كواحد صاحب مال وأولاد وأمل فيهم وأرجو فيهم، وإنت كصاحب أعمال صالحة تؤمل فيهم وترجو فيهم، من الأحسن؟ صاحب الأعمال الصالحة وخير أملا. أيوة أنت يا صاحب الأعمال الصالحة رجاؤك وأملك في هذه الأعمال الصالحة خير ونفع وهتستفيد فعلا. وأنا يا صاحب المال والأموال والأولاد أملي فيهم لن يتحقق لأنهم يزولون وأنا ما استخدمتهمش في طاعة الله عز وجل. تقول يعني تعبي ومجهودي في أولادي وتربيتهم من الصغر ملوش أجر؟ ملوش أجر إلا بنية. يعني أنت بتربي أولادك ليه؟ أنا بربي وخلاص، ما كل الناس بتربي، بربي عشان يبقى دكتور يبقى مهندس. أيوة فين ربنا في الموضوع؟ مفيش ربنا، خلاص مالكش أجر عند ربنا. لا بربي عشان يكون عبد طائع لله، بربي عشان يكون عبد صالح يعمل أعمال صالحة لله. يبقى أنت يبقى أنت كده أخلصت لله في تربيتك لأولادك تنال أجر. لا يا إخوانا خسارة جدا المجهود الجبار المبذول من قبل الآباء في تربية الأولاد ولا يحصلون على أجر. ما أنت رايح ليه؟ بتعمل ليه؟ عشان أفتخر بيهم. في ناس يقول لك عشان أفتخر بيهم، خدت خلاص مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل، خلاص افتخرت بيهم، مت وماتوا انتهت القضية، ملكش أجر عند ربنا. يعني إيه أفتخر بيهم؟ إحنا ما بنفتخرش بيهم، إحنا بنستخدمهم كوسائل معينة على القرب من الله عز وجل. يبقى هم في ميزاني يوم القيامة أنا وأولادي، أولاد صالحين. الأموال بتفتح لي أبواب عبادة كتير، الأضحية، العقيقة مثلا، الصدقة، أفتح أعمال خيرية كتير. المال ده باب كبير قوي لأعمال الخير. بس اللي فاهم بقى، اللي فاهم إن المال والبنون زينة ما تنشغلوش بها بني آدمين، ما تنشغلوش بها عن الباقيات الصالحات، هي دي اللي تنشغلوا بها، هي دي اللي لها ثواب أكبر، وهي دي اللي تؤملوا فيها أكتر. ويوم نسير الجبال، عشان بقى لو نسيت المعاني دي اعرف ان في يوم قيامة. ويوم نسير الجبال، نسير الجبال يعني ننسف الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يوم القيامة يا اخوانا مفيش اي مرتفعات هتكون موجودة على ظهر الارض، كلها هتبقى يعني على جانب واحد. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة. ليه بارزة؟ لان مفيش اي بناء، لا هضاب ولا تلال ولا جبال ولا بناء ولا اشجار ولا نباتات، عشان كده هي بارزة ظاهرة واضحة. وحشرناهم، يعني ايه وحشرناهم؟ يعني وجمعناهم. ربنا يجمع مين؟ كل الخلق من لدن آدم إلى آخر واحد مات من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، اللي هو ده، فلم نغادر منهم أحدا، كله حاضر مش حد غايب. وعرضوا على ربك صفا، يبقى الناس هتجمع عند الله إزاي؟ صفوف صفوف
وراء صفوف وهكذا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فين أموالك؟ فيش أموال. فين أولادك؟ فيش أولاد. فين أي حاجة؟ فين الهدوم؟ حتى الهدوم ما فيش هدوم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرلا يعني الجزء اللي اتاخد منك عند الختان بيرجع تاني. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. كل شيء شغلت به لن يكون معك في هذا المقام إلا أعمالك الصالحة اللي هتنفعك. شفت بقى؟ يبقى أنت شوف قصتك بقى، أنت شغال في إيه وأنت لسه مستقبلك داخل على إيه؟ داخل على قضية كبيرة يوم القيامة. يا جماعة لو إحنا قلنا اليوم القيامة 50,000 سنة وخلصنا الدرس خلاص كده 50,000 سنة. يعني لو أنت عمرك 100 يبقى كأنك قد عمرك 500 مرة ليوم القيامة. بس عايزه يبقى يسير، كن رجلا مؤمنا صالحا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. قال المفسرون الخطاب وإن كان في ظاهره للجميع إلا أنه مخصوص للكفار الذين أنكروا البعث، اللي قالوا ما فيش بعث وما فيش موعد ربنا عز وجل يعني يحشرنا فيه ويجمعنا فيه. ووضع الكتاب. الكتاب هنا اسمه جنس بمعنى الكتب، يعني كل واحد. يعني في ناس بتفهم وضع الكتاب كتاب كبير كده، ولا وضع الكتاب يعني صحيفة عمل كل إنسان، إما بقى يأخذها بيمينه دون المؤمنون، وإما يأخذها بشماله من وراء ظهره اللي هم الكافرون. فترى المجرمين، طبعا شافوا بقى صحيفة العمل كلها، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خايفين طبعا. ليه مشفقين؟ لأن شايفين أعمال بقى شرك وبدعة ومعصية وكبائر وشهوات محرمة، كل حاجة شايفها. ده المجرم العاصي أو الكافر. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يعني يا حسرتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ده ما فيش حاجة إلا وموجودة، كل حاجة كبيرة وصغيرة موجودة. قال بعض السلف اشتكوا الإحصاء ولم يشتكوا الظلم. ملوش يا رب ايه ده الحاجات دي ما عملناهاش، ما اشتكوش من النقطة دي، اشتكوا ان كل حاجة عملناها موجودة. ولا يظلموا ووجدوا ما عملوا حاضرة، كل اللي اتعمل يا اخوانا موجود كنوع من التبكيت بقى. هو لما يقرا ويشوف يتصور العذاب ويتصور العقاب. ولا يظلم ربك احد، ربنا ما ظلمش. مش دي اعمالك تسأل عنها وتحاسب عليها. ولذلك المسلم يستحضر هذا اليوم ويستحضر هذا المقام ويعمل له، ولا سيما انه خلق لذلك، لعبادة الله عز وجل، وربنا يحاسبه على هذا المبدأ الذي خلق من اجله، من اجل العبادة. فالقرآن بين قضية خطيرة جدا تشغل كثير من الناس اليوم، قضية المال وقضية البنون، وعلمنا التصور الصحيح والتصرف الصحيح. المال والبنون نعمة بشرط أن تستخدم في طاعة الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.